استاذنك خلينا نروح نشوف الجلسه اللي دارت بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي والحديث كمان اللي دار ما بينهم. نروح نسمع ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. اهلا مصطفى. اولا الترحيب شويه على الكابتن محمود الخطيب ان احنا نرحب بيه هنا جوه نادي الاتحاد السكندري. سعداء كلنا و يشرف نادي الاتحاد السكندري تواجد الكابتن محمود الخطيب. احنا كمان اعضاء النادي قدامى لعيبه كره القدم بنادي الاتحاد السكندري تواجدهم النهارده، الساده الاعلاميين، الساده اعضاء النادي. احب ارحب طبعا بأخويا العزيز الحاج جمال، اخ فاضل، والحاج خميس، يعني الحاج جمال الجرحي من الناس المحبه للنادي الاهلي طبعا كلكم عارفينه، وابنه محمد جمال الجرحي من الناس الشخصيات المحترمه جدا، انا يعني زميلته وشفته في مواقف كتيره محترمه. الحاج خميس طبعا الغنيمي، وابنه الحاج عمر، عمر خميس الغنيمي، عضو مجلس اداره نادي سموحه. سعداء بنتشرف بيك، شرف بالكابتن محمود الخطيب، نورت كابتن النادي وشرفنا بيك جدا. زياره الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا ما كانتش مفاجاه، ولكن الخطيب العلاقه اللي تربطني بيه علاقه مش النهارده، يعني بنتكلم من سنه 86، 86 يعني بنتكلم دلوقتي في حوالي اكتر من 36 سنه. فعمر بالنسبه لي انا في الاداره، لكن طبعا بالنسبه للساده هو عجز، انا لسه ما عجزتش، هو عجز. ولكن طبعا زملاء الكفاح معاه لعيبه الكوره قدامى في نادي الاتحاد، يعني عاصرته الكابتن الخطيب في الملاعب، وانتوا كابتن الخطيب وهو صغير، وما زال طبعا يعني الشبابيه اللي هو موجوده فيها دي، والحب والاخلاق والكاريزما الغير عاديه اللي موجوده، يعني لما نشوف حتى ناس ما شافتش الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب كوره، شافته في الاداره، ولكن لما تلاقي شاب صغير عنده 10 سنين او 11 سنه ويتمنى ويجري ان هو عايز يصور مع الكابتن محمود الخطيب علما انه ما شافوش، ولكن دي كاريزما يعني ربنا حباه بيها. فانا بقول لك كابتن ما شاء الله عليك، ربنا يزيد حب الناس لك. نادي الاتحاد انا اعلم قد ايه محبتك جواك لنادي الاتحاد السكندري، وتملي بيسال علينا وتملي بيطمن علينا، واخرها حتى يعني السنه اللي فاتت انا فاكر المكالمه اللي حصل بينه وبين الكابتن طلعت يوسف في توقيت معين، الكابتن خطيب اتصل بالكابتن طلعت، هو كلمني الكابتن خطيب وطلب مني رقم الكابتن طلعت ويكلمه ويؤازره ويقف معاه في فرقته ومع نادي الاتحاد. فده مش غريبه، علما ان تلاقي واحد يقول لك ايه، احنا مالنا باللي بيحصل في نادي الاتحاد، ولكن ليه يعني لمسات احنا بالنسبه لي كمسؤول عن النادي او كرئيس للنادي احس بيها واحس قد ايه الراجل ده بيحب نادي الاتحاد. نرجع ل 2014 مقاويه نادي الاتحاد، مكالمتي مع كابتن محمود الخطيب في دقيقه واحده بس، بقول له يا كابتن خطيب انا حابب ان انت، قال لي محمد انت عاوز ايه؟ انت طالب ايه بالظبط؟ العب هلعب، اكون موجود معاك اكون موجود معاك. ولكن جات لنا الفكره طبعا يعني عشان الكابتن يعني برضه ما نتعبوش، جت لنا الفكره ان هو يعمل ضربه البدايه، هو طبعا اسطوره الكابتن شحته الاسكندراني، ان هم يعملوا في مباراه سبورتنج لشبونه مع نادي الاتحاد، وده كان بالنسبه لنا حدث. يعني امبارح انا شفت الكابتن مدحت شلبي برضه يعني عاد هذه الفقره، ودي فقره لا تنسى في تاريخ نادي الاتحاد. فنادي الاتحاد احنا ما بننساش المواقف المحترمه من الانديه الشعبيه زي النادي الاهلي، فلو في نوع من التوأمة اللي بيننا وبين النادي الاهلي اكيد مش النهارده محمد مصلحي او كابتن محمود الخطيب، احنا بنتكلم على اجيال سابقه واجيال ان شاء الله هتيجي تاني وهتشوف قد ايه نادي الاتحاد تاريخه. لو افتكر انا ارجع شويه برضو ورا كابتن خطيب وهو بيلعب، او الساده القدامى نادي الاتحاد، كان قبل ما يبتدي الدوري العام الممتاز كان لازم مباراه بتلعب وديه ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، فده بالنسبه لنا تاريخ. فتملي ده ليه ما اختلاش احدى الانديه الثانيه، ولكن النادي الاهلي كان شايف النادي الاتحاد شعبيته وجماهيريته. فانا يعني النهارده طبعا سعيد كمان مره بزياره الكابتن محمود الخطيب، واكيد طبعا انا فاكر طبعا برضو انا زي ما الاستاذ جاسر بيقول فاكر نادي الاتحاد بطوله افريقيا، والكابتن الخطيب حضر مباراه النهائيه لنادي الاتحاد السكندري، وكان لفته طيبه منه يجي
ولابس تيشيرت نادي الاتحاد اللون الاخضر، ودي كانت برضو رساله واصله للناس كلها. امبارح لما كنا بنتكلم، انا كنت لسه على فكره واصل امبارح من دبي، واول امبارح لقيت الكابتن محمود الخطيب بيكلمني قال يا محمد انا موجود في اسكندريه وما ينفعش ان انا اكون موجود وما ازورش نادي الاتحاد. فكان زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح قبل زيارته للنادي سموحه، ولكن طبعا عشان تواجدي انا خارج البلاد فانا وصلت حوالي الساعه 11 بالليل، كان في مكالمه بيني وبين الكابتن واتفقنا على الزياره النهارده. فكمان مره باسم مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، باسم اعضاء النادي وباسم جماهير النادي وباسم قدامى لعيب نادي الاتحاد السكندري، برحب بيك كابتن محمود، ناديك ومشرفنا ومنورنا، وده يعني مش غريب عليك اللمسه الطيبه ان انت حضرتك تزورنا النهارده في نادي الاتحاد. تشكر جدا.